حسنا، في الواقع الناس يقولون ذلك كثيرا، ولكنني أنا هو نفس الشخص ونفس الشخص الذي كان دائما في الماضي أحاول أن أتعلم دائما وأن أتحسن وأن أتطور وأن أحاول أن أتأقلم مع طريقة لعب الفريق، وأنا حكيمي نفسه ماضيا والآن. في الواقع هو يسعدني كثيرا، يتحدث معي ويقول لي ما الذي يريده مني كي أساعد الفريق ونحقق ما نحتاج إليه، وهنالك أشياء نحتاج إلى تحسينها وبعض التحركات أيضا التي يجب أن نتعلمها، ورويدا رويدا سنتحسن في ذلك كي أساعد الفريق أكثر.